يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قمنا بزيارة أقارب لنا صلة للرحم وهم يعملون في بنوك الربوية، فهل يجوز لنا أن نأكل من أكلهم ونشرب من شرابهم؟ والله ما علمتم أنه حرام لا تأكلون منه، ما إذا علمتم يقينا أن هذا حرام لا تأكلون منه، أما إذا لم تعلموا فالأصل الحل مع المناصحة، مع المناصحة أن يتركوا العمل في البنوك وأن يطلبوا الرزق في غيرها. نعم.